وشفت يعني الفيديو تاعك، ربما مانيش حاكم ولكن ظن على حسب معرفتي المحدوده مع الاول ظن باللي ماشي نتحمل يعني عادي. شايف المجموعه عامله ازاي والفرص فرصته في البطوله ازاي؟ ازاي تقييمك تقييمك المباراه بشكل عام؟ هضر معايا بالعربيه صاحبي. عادي مصري عادي عادي. عاود لي السؤال تاعك. بقولك شايف ازاي المجموعه وصعوبتها وفرصته في التاهل؟ كيفاش كتشوف المجموعه وصعوبتها ديالها؟ يعني اسمعني ازاي عربي ازاي والله ما نعرف هذه ازاي. شوف مازال مباريات ان شاء الله صح والاخطاء ان شاء الله باش نسمحوا باش نقولوا مع ربما عديد. واش مازال المنتخب عديد مازال المنتخب ديالكم عنده حظوظ باش يتاهل المباراه الاولى؟ علاش نكونوا متشائمين دائما الانسان يكون متفائل. عديد الجمهور المغربي ما كيتقلق منه، علاش يتقلق منه؟ نتمنى له كل خير. واش ما بقاتش دابا 10 دقائق حوار؟ رسالة للجمهور المغربي ويعرفوا روحهم ويعرفوني ونعرفهم. نتمنى لهم كل خير ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله النجاح. والكلام اللي قلته من الشهر اللي من قبل ومن كأس العالم يقعد كلام واحد، لهذا نقول بلي هما يعرفوني. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.